قيادات العالم كله، كنا بنخاطب مشاهير، كنا بنخاطب رياضيين مصريين بمستوى عالمي، كنا عاملين حاجه فعلا تخاطب العالم. ولكن موكب المومياوات، البطل اللي فرض نفسه هو رمسيس وحتشبسوت وسيتي الاول وأخواته الثالث، فتقال لي ما تحرقش سين مصاد في الحفله دي لان العالم كله هيبقى مستني يشوف مين؟ حتشبسوت ورمسيس و و و، فما تجيبش حد تحرقه تيجي تستعين بيه بعد 7 8 شهور. قال لك ايه؟ اتكرر قوي، ما ينفعش، حوشه للتاني. فاحنا حاولنا نرسم ما بين دي وبين التاني. نتمنى من الله ان الكورونا تكون انتهت في العالم عشان لما نفتح المتحف المصري الكبير نعرف نجيب العالم كله. انا هقول لك حاجه طريفه، احد الساده الحضور هنا اعلامي كبير اتعرفت عليه سنه 2010. هل فاكر اتعرفنا في ايطاليا على الوظيفه ولا لا؟ حفله المتحف المصري الكبير. حضرتك انا كنت صغير، انا كنت كبير. تعرفت على حضرتك، كنت في حفله مع وزير الثقافه الاسبق الفنان الكبير فاروق حسني في مكتبه مع شركه دعايه واعلان مصريه. كنتوا بتدونا بريف عاوزين الحفله والحمله الدعائيه يكون شكلها ايه؟ والاعلانات دي عندي على تليفوني. الاعلانات دي كنا مخلين القطع الاثريه تتكلم. وساعتها في 2010 كان هناك نيه لعمل حمله لكي يشارك المجتمع في تمويل المتحف. كان ده قديم، مش هقول لك الوزير بيقول لا، الكلام ده كان 2010، مش افتكرت ولا لا، انا فاكر اللقاءات وعندي الافلام لغايه دلوقتي، كنت المفروض براجع الشق الاثري بتاعها. وكنا الفكره بتاعتنا ان احنا كنا بنخلي القطع الاثريه اللي رايحه المتحف الكبير تتكلم. فكل قطعه كانت بتحكي حكايتها، انا حتشبسوت اللي عملت اللي عملت اللي عملت ورايحه المتحف المصري الكبير علشان 1 2 3. احنا فكره الحمله الدعائيه للمتحف المصري الكبير احنا قعدنا مع الشركه بالفعل واديناها الفكره، ومش هعرف اقولها لكم لان انا ما بكلمش كتير، انا لو سمعت المومياوات هسيب الناس كلها تقول هاي الفنانين مش مصريين وجاي برقص وجاي بغنى، سيب الناس كلها تقول عايز ايه؟ وسكت سكت سكت وبنرد بالايه؟ بالمنكب. فنفس الحكايه، فكله يروح يطلع اشاعات بقى زي ما احنا المتحف الكبير، وهيفاجئوا ان شاء الله بحاجه باذن الله افضل كمان من المومياوات. الفكره بتاعت الحمله الترويجيه هي فكره مرتبطه بعلم المصريات، عاملين فكره ترويجيه لكن لها قواعد علميه. علميه يعني ايه؟ هنشرح حاجات علميه بالاعلام والناس تحاول تتكلم وتفهمها. زي كده لما عملنا اللوجو، الناس بقت تتكلم النهارده بس على اللوجو، ممكن المومياوات معناه ايه؟ صح؟ بقوا يتكلموا عشان الحصانه عملت ايه؟ مش عارف ايه؟ كل واحد ايه؟ يفهم دلوقتي. وده اللي احنا عاملينه، ده جزء من الترويج. احنا ما نزلنا الاول بالاعلام، احنا نزلنا باعلام ما حدش فاهم عباره عن ايه؟ مومياوات وريناها من بعيد وقلنا قريبا، ما قلناش حاجه، قعدنا 4 ايام كده. الناس تقول مين ده؟ ده كشف اسري، وقعد نفركاري، وقعد كليوباترا، وسيبنا الناس 3 4 ايام ايه؟ يخمنوا ايه اللي بيحصل. ثم نزلنا بالفيلم الثاني ورا اللي اعلنا فيها ايه؟ الموكب من غير تاريخ، وبعدين فيلم الموكب بتاريخ. ده كل ده بقى خبراء الاعلام اللي احنا بنتكلم عليهم اللي قالوا لنا ايه؟ اطلعوا بالتدريج مش مره واحده، ثلاثه بيه، لا، خلوا الناس تتساءل وتطلع اشاعات وتفهم غلط. فلما كان بيطلع يتقال لي هكون في الموكب قبلها باسبوع و10 ايام، احنا جايبين رقص وغنى وجايبين ناس مش مصريين واهل المصريين ومصر، كلام كبير قوي اتقال، والكلام كله اشاعات فقط. نعمل بيان، قالوا لنا ايه؟ اوعوا تعملوا بيان، سيبوا ايه؟